رجعنا بعد الفاصل، وفقرتنا دلوقتي مهمة جدا لكل بنات حواء. وبما اننا في بنات حواء بنهتم بيكي وبتفاصيل حياتك وبتفاصيل لبسك، النهاردة هنتكلم عن ازيائك وشياكتك واناقتك. كمان بنجيب لك كل خبراء، يعني بنجيب الازياء، خبيره الازياء، بنجيب خبيره ميك اب، خبيره تجميل، عشانك انتي وجمالك وشياكتك واناقتك. معانا النهارده رحبوا بضيفتي الجميله خبيره الازياء ومصممه الازياء زينب علي، مدير اكاديميه زينب علي لتعليم التفصيل والباترون وتفصيل وتصميم الازياء. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا، منورانا النهارده ومشرفانا ببنات ربنا حواء. يخليك، شرف لينا. وكل بنات حواء النهارده منتظرين الفقره دي بفارغ الصبر. ربنا يبارك فيك يا رب. نطلع طب نشوف فيديو صغير ونرجع تاني. اتفضلي. نطلع نشوف بس. طبعا شفنا الذوق الراقي لمصممة الأزياء زينب علي. طبعا احنا في بنات حوا دايما بنجيب لكم خبراء، يعني بقالهم كتير. احنا عرفنا ان حضرتك بقالك ما شاء الله 30 سنة 30 بشتغل في سنة، المجال ده. ما شاء الله ما شاء الله. طيب احنا عايزين نعرف برضو سادة المشاهدين مين هي زينب علي. زينب علي، انا مصممة ازياء، والفكره جات لي او الحب الموضوع من زمان قوي، من وانا صغيره جدا، يمكن عندي 8 سنين او 9 سنين. كنت حتى رحمه الله عليه والدي قال لي لو بقيتي شاطره في الابتدائيه وجبت مجموعه كبيره اجيب لك مكنه خياطه، وانا في سته ابتدائي جابها لي فعلا، وابتديت اشتغل عليها. كنت بحب التفصيل ده جدا، كنت بتخيل ان هو عامل زي السحر، ازاي حته قماشه حد بيقصها وتطلع حاجه بتتلبس وليها زراير وليها ده وليها ده، ما كنتش بصدق، كنت حاسه ان هو سحر. فالموضوع دخل في دماغي من وانا صغيره جدا، لدرجه ان انا اول ما اشتغلت فيه فعليا وعلى المكن من وانا عندي 15 سنه. يعني انا كنت بدرس وفي نفس الوقت عاشقه للتفصيل والتصميم، والحمد لله رب العالمين. الموضوع جه كمان معاه موهبه الرسم، فموهبه الرسم مع الفن مع الخيال مع الحاجات دي تطلعها واقع على الحقيقه. فعلا انا كنت لسه جميل. هسالك، هل الدراسه بس هي اللي ممكن تطلع مصممه ازياء، لا ولا خالص، لازم يبقى عندي حس وفن؟ حس فني رقم واحد، والخيال، وان انت تبقي متخيله ان في حاجه هتتنفذ وتطلع على الحقيقه. فدخلت بقى في كل المجالات اللي تخطر على بالك، اي حاجه بتتقص بمقص، واي حاجه بتتصمم. عملت لبس الاطفال، وعملت كبار، وعملت مفروشات، وعملت ستاير، عملت سواريه، عملت خروج، عملت كل حاجه. اشتغلت من اول ما انا، يعني من اول المكن، يعني جميع انواع المكن الصناعي اشتغلت عليه. وكل ما ادخل على مكنه اخش على التانيه اللي بعدها. بعد كده دخلت على القص، قسم القص، عملت اشتغلت في الباترونات، بقيت باترونيست، اشتغلت على المقص دار اللي بيقصوا بيه، مقص صناعي. اشتغلت في التصميم، بقيت ارسم تصميمات وانفذها بنفسي، كل ده وانا صغيره، لسه في سن صغير، كان عندي 17 او 18 سنه. دخلت في قسم العينات، رغم قسم العينات ده بيعوز خبره كبيره جدا، بفضل الله كل ما اخش خطوه واخلصها اخش على اللي بعدها، ما بكتفيش. يعني عارفه بحر مليان علم انا ما بشبعش منه لحد دلوقتي، بقالي 30 سنه ولسه بتعلم، ما شاء الله. ولسه باخد اكتر واكتر، لحد ما انا يعني ايه عملت حاجات كتير جدا جدا حلوه، وصلت لمستوى كويس. الكلام ده من اكتر من 20 سنه. بعد كده قلت لا، لازم ادرس الباترون نفسه. انا مش عارفه، انا كنت بعمل يونيفورم للحضانات والاماكن، يعني زي مستشفيات وكده، بس انا ما اعرفش يعني ايه باترون، ما اعرفش. فكنت بجيب القطعه افكها واكويها واطلع ارسمها على الورق،
وبعد كده اعمل منها يونيفورم اتحديها والمقاسات. بقى من ده كده انا مش عارفه، مش عارفه حاجه اصلا يعني ايه باترون، بس هي الفكره والفن عندي ايوه والتصميم، وكان الناس مبسوطين جدا من شغلي، بس انا حاسه ان في ناقص حاجه، ناقصه دراسه. ناس فابتديت ادرس وانا عندي 36 سنه، كان عندي 36 اظن سنه ده بقى كان ولادي سهل كانوا كبار. عنك طبعا، ان انت ان انت متعلمه الحاجه، فلما جالك مثلا الباترون شكله ايه او كده كنت بقى انا سهل فاهمه طبعا. بقى يعني ايه باترون، يعني فين خط الظهر، فين الرقبه، فين الباط، فين الجيرو، فين الكم، فين كذا كذا. بعد كده بقى الموضوع تطور بقى ان انا ادرس من اول اولى ثانوي صنايع قسم ملابس، ودخلت تانية وتالتة وكملت ودخلت معهد لحد ما وصلت للمستوى ان انا اخد الحاجه ايه بخبرتها بتعليمها. بعد كده بقيت اخد كورسات في التصميم في كذا في كذا مع شغلي بقى، فتحت اتيليه واشتغلت فيه فتره كويسه. ما شاء الله وطبعا كل ده وانا شغاله، يعني انا ما قعدتش، انا حتى ال 15 سنه اشتغلتهم كنت شغاله خاص لوحدي، وبعد كده الاتيليه، وبعد كده بقى جيت تعبت شويه كده فحبيت اقعد، فالناس نصحوني ان انا كنت اي حد يدخل عندي اقول لها اعملي كذا، تقول لي ازاي يا ابله زينب بتعملي الكم، اقول لها بتتعمل كده، صح ايه ده انت قبل طيبه زينب قوي، تقول لي انت طيبه قوي بتقولي لنا على الاسرار، ما قلت لها شاء مفيش الله. اسرار، يعني صاحب ايوه العلم لازم طبعا يعطيه. ايوه طبعا فبقيت اقول للناس بقوا يتبسطوا جدا، قالوا لي طب ما اتعلمي يا ابله زينب. ابتديت بقى اظبط موضوع الكورسات دوت، وانا كنت فعلا ابتديتي عملتي اشتغلت، الاكاديميه. لا قبلها اشتغلت في مركز التدريب المهني كمعلمه باترون وتكنولوجيا وخامات، عشان انا طبعا درست الحاجات ديت فبقيت معلمه ومدرسه فيها. بعد كده بقى قلت طب ما الفكره بقى ايه، انا بقى ابتديت افكر، بس الكلام ده برضو من فتره من حوالي 15 سنه، ابتديت ادون كل الافكار اللي بتيجي في دماغي اكتبها واعمل فكره جديده للباترون. الباترون الاكاديمي صعب، مش كل الناس تقدر تفهمه، لازم يكون شاطرين في الرياضه وفي الهندسه في الانجليش، يبقوا فاهمين كويس عشان يقدروا يطبقوا. طيب احنا اتفضلي. طبعا في بنات حوا دايما بنجيب لكم كل الخبره علشان تستفيدوا منها. طيب انت اكيد طبعا ليكي تصميمات معينه، تمام. ايه اللي بيميزك كتصميمات؟ يعني بيميز تصميماتك ايه؟ ليكي مثلا شكل معين لا او لا خالص، رسمات معينه انت السؤال جميل جدا، حلو قوي السؤال ده بقى. انا التصميم بيجي ازاي؟ انا ممكن اكسسوار، اكسسوار تعملي عليه تصميم؟ يخليني اعمل عليه تصميم يا نهار ابيض. والله، وممكن حته شريط ستان شفته عجبني اطلع عليه فستان، ممكن قماشه تلفت نظري اطلع عليها فستان، ممكن اي، ما بقول لحضرتك ممكن اكسس، ممكن زرار، زرار تشوفيه اشوفه يعجبك. يطلع عليه كاب، اطلع عليه لا الموضوع مختلف معاكي يا جد، مدام زينب. لا بجد انا ممكن احلم، يعني كان بيجي لي ما شاء افكار الله. بالليل اصحى من النوم كده زوجي يقول لي ايه ده الوحي نزل، اقول له اطلع قماش من الدولاب واقص واعمل واكتب ما نظريات. شاء انا الله عملت ما شاء الله. نظريات جديده للباترون بطريقه سهله جدا مبسطه جدا، انا مسميها باترون زينب وكل بناتي مسمينه باترون زينب، باترون سهل جدا، خطواته بسيطه جدا ورقيقه جدا، وبتوصل لهم بمنتهى السهوله ويقدروا ينفذوا اللي انا بعمله كانه هم انا يعني. تمام بس تمام احنا معانا اتصال. مدام نجوى اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، اتفضلي. ايه حضرتك، انا عايزه اشكر بس الميس زينب لان انا من تلاميذها، وبشكرها وبقول لها ربنا يجعلها في ميزان حسناتك يا رب، ربنا يكرمك وربنا يا يديها الله. الصحه ويجازيها كل خير يا رب. ما شاء الله عليك. حضرتك اتعلمتي عند مدام زينب؟ اتعلمت عندها. فتحتي مشروع؟ لا لسه والله ما فتحتش مشروع، لسه مخلصه في شهر 11 اللي فات، بس يعني ما شاء الله خدنا خبره كويسه جدا ما شاء وخدنا علم الله كويس جدا، يعني ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يديها الصحه يا رب ويبارك في عمرها يا رب. ربنا اللهم يبارك امين لك يا يا رب حبيبتي، يا جزاك رب. الله خيرا. شكرا جدا ليك يا نجم. طيب كنت عايزه اسال حضرتك، احنا كبنات حوا مجانين جميل مهووسين باللبس فعلا. والاكسسوار. وانا كمان طيب انا ممكن كعميله اجي لك مثلا جايبه لك موديل معين وشكل معين، يعني مثلا زي انا كده تخينه مثلا، اجيب وانا لك كمان رسمه معينه كده واقول لك نفذي لي دي، زي انا سالتك قبل انا الهوا ده ينفع لي ديكتاتورية، ولا لا. انا ديكتاتورية او انا حتى يعني يعني بتتدخلي في الموضوع ده زي ما طبعا تدخلتي طبعا معايا دلوقتي. طبعا. ليه؟ صلى على النبي صلى الله عليه عليه وسلم. الصلاة والسلام. انت ممكن الشخص يعني تجي لي تقول لي اعملي لي الموديل ده، تمام، انا لو نفذت لها اللي في دماغها من غير رؤيتي انا
ماشي، هي هتزعل، هتزعل مني مش هتزعل من نفسها، هي ما تعرفش. طيب حاضر. وبعدين ده واجب عليكي انت. اتصالاتك كتير قوي يا مدام سيلا. نعم؟ اتصالاتك كتير قوي وحبايبك واضح ان هم كتير قوي. اتفضلي معانا فاطمه. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. بعد اذنك انا عايزه اشكر مدام زينب علي على المجهود الجميل اللي هي بتعمله. شكرا. وهي تعليمها طريقته جميله جدا وفرح الناس اللي معاها على طول. ربنا يبارك. ومش بتبخل علينا باي معلومه خالص، ومجهودها كله يعني ما شاء الله، ربنا يجازيها خير على كل اللي هي بتعمله معانا. شكرا. شكرا جدا لاتصالك، وربنا يا رب يعني يكتر من حبايبك. ربنا يبارك. معانا اتصال تاني. نقول الو. معانا اسماء. اهلا وسهلا، اتفضلي. معانا اسماء. الو. ايوه اهلا وسهلا، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. نورونا. عايزه اتكلم عن افضل زينب. اي اتفضلي. اسماء مين؟ اسماء محمود. حبيبتي ازيك يا اسماء، عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا افضل زينب، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، اهلا وسهلا. اسماء، انت اتعلمتي في اكاديميه زينب علي؟ ايوه اتعلمنا طبعا كتير منها. فتحتي مشروع؟ فاتحه مشروع عندي في بيتي. ما شاء الله، فاتحه مشروع في البيت. ان شاء الله. جميل جدا جدا جدا. طيب قولي لنا ايه اللي عايزه اكثر جدا والله عن اللي هي عملته معايا. ربنا يبارك. طب قولي لي كده، اتعلمتي او ايه اللي ميز الاكاديميه دي؟ يعني مثلا روحتي الاكاديميه مدام زينب، ايه اللي ميزها؟ يعني ما رحتيش الاكاديميه الثانيه؟ الطريقه المبسطه بتاعتها، وطبعا قبل كل حاجه هي مخليه المكان. ربنا يخليك. ما شاء الله، شكرا جدا لاتصالك. نيجي بقى يعني لبناتنا الحلوين. انت لسه كنت قايله لي قبل الهوا دول بناتي. ايوه دول بناتي. واضح ان بناتي. كلهم كانوا تجيبهم كلهم ما شاء الله. احنا كان نفسنا كلهم يبقوا معانا النهارده عشان يتكلموا فعلا عن حضرتك. واضح ان فعلا الموضوع متميز جدا. طيب الاستاذه مها لطفي، قولي لنا كده، عرفينا بنفسك. مها لطفي، كنت بتدرب مع ميس زينب من 5 سنين. خدت معاها الكورس وبدانا، ما كنتش اعرف اي حاجه عن التفصيل ولا اي ولا قص ولا كده. كان عندك موهبه؟ لا ولا اي حاجه، انا قلت جيت اتعلم نشوف الدنيا هتمشي ولا لا. بس ما شاء الله طريقتها فعلا مبسطه في الشرح جدا. وبقينا اي حاجه نفسنا فيها بقينا بننفذها. بقيت اعمل لبس ليا ولاولادي. ومن ساعتها ما بقتش اشتري قوي. والاهلي وكله. لا وغير بقى ان التشجيع بقى القرايب والصحاب، لا ده حلو، لا اعملي، لا كبري. فجت صاحبتي ايمان قالت لي ايه رايك نعمل براند باسم ايليت، لينا نعمل فكره الام وبنتها. ان الام والبنت يلبسوا زي بعض. وبدانا من سنه. طبعا اللي بتشرف علينا في كل حاجه ميس زينب. بقينا بنجيب القماش ونعمل تصميمات جديده وننفذها، ولقينا الحمد لله ان في اقبال من الناس كبير على الموديلات بتاعتنا. ما شاء الله. وبقينا بنودي محافظات مصر كلها. ما شاء الله. والحمد لله مكملين. الحمد لله، يا ربنا يوفقك. طب عرفينا بنفسك البنوته الثانيه. انا اسمي اماني غريب. اماني غريب. انا كنت باخد كورس عند ميس زينب من 4 سنين تقريبا. يعني هو الموضوع بالنسبه لي كان هوايه. وبعدين كنت حباها. وكنت بجرب يعني، بس طبعا يعني قلت في قله خبره كبيره وبحاول في حاجات بتبوظ، حاجات بتبقى كويسه. فقررت اوثق الموضوع بدراسه علشان يبقى افضل ويبقى مشروع، لان الموضوع عندي كان يعني فيه طموح اكبر من كده بكتير. فرحت بقى للاستاذ زينب. اماني بتجيلي منين؟ بتجيلي منين يا اماني؟ من بورسعيد. ما شاء الله، من بورسعيد. في بورسعيد لحد العاشر من رمضان. في بلاد تاني مع حضرتك؟ في عندي من محافظات كتير بيجولي. في واحده ناس كان بيجولي من المنصوره، ناس بتجيلي من القاهره الجديده، من الشروق، من الرحاب. ما شاء الله. يعني الناس لما عرفوني وعرفوا طريقتي بيقولي من عندنا، من الشرقيه، من ابو حماد. ما شاء الله. وحته اسمها القرين، اماكن كتير جدا بعيده. فتحتي يا سالي؟ اماني. فتحتي مشروع؟ الحمد لله. بصي انا بدات اعمل موديلات لنفسي ولاختي، وبدات احط فيها افكاري وتصميماتي بقى، ويعني اطور الموضوع. الحمد لله عجب بنات كتير جدا، وخليت يعني اللبس ليه افكار معينه كده وتصميمات معينه، وبدات تعرف جدا كمان على الفيس. ما شاء الله. ما شاء الله. لبس هو ده اسمه ايه بس معلش؟ القماش ولا لا الشكل ده؟ بصي وانا عاملاه يعني دريس وبلطو في نفس الوقت. ممكن مفتوح او مقفول. بصراحه متميز جدا. والايد دي حلوه قوي.
طيب خلينا نطلع نشوف فيديو ونرجع تاني. وطبعا شفنا الفيديو الجميل اللي فيه تصميمات مدام زينب علي. نرجع معنا اتصال. معنا اتصال. طيب ماشي معانا سالي. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا اتفضلي. طيب حاولي اتصلي بينا تاني. طيب في نقطة مهمة جدا لتصميمات زينب علي. دلوقتي احنا طبعا كشرقيين ولينا زي معين احنا بنتميز بيه. طيب. هل بتراعي ده في تصميماتك؟ اكيد اكيد طبعا. يعني طبعا لو خدتي مثلا شكل من بره او زي معين انت بتعرفيه مثلا على الشرقيين؟ طبعا اكيد. يعني انا مثلا لو شفت موديل عجبني انا عامه ايه يعني بتفرج طبعا وبشوف موديلات كتير جدا، ممكن استوحي من 5 موديلات اطلع منهم واحد. عجبني هنا الكم، عجبني هنا الوسط، عجبني هنا كذا. لازم كل ده كمان بقوله للناس اللي ما عندهمش ابتكارات. انت ما عندك، وهي عاجبها الموضوع بس ما عندهاش افكار. اقول لها اتفرجي على 1 2 3 وطلعوا منهم فكره جديده. تطلع منهم الفكره دي. طبعا ايه لو انا شفت موديل حلو بس مثلا كب ما فيهوش. طبعا انتشار الموضه كتير قوي، كل شويه بيطلعوا لنا بحاجه جديده. مثلا عملت حاجه مثلا طلعت قصيره، لا انا ممكن اعمله ويطلع طويل اطول اكتر شويه. طلعت حاجه مثلا بقماش شفاف، لا انا اعمل تحته بطانه علشان ما يبقاش شفاف، وهكذا يعني. تمام. طبعا براعي طبعا ان احنا شرقيين وكده. حتى لو في اخت مثلا مسيحيه او كده جات لي اعمل لها فستان، برده بعمله لها بحاجه مناسبه ليها جدا وبتبقى مبسوطه. وطبعا بيبقى بنفس الطابع الشرقي بتاعنا. طيب فوجالي كده بسرعه. طيب. عايزين نتكلم عن الاكاديميه، وايه ايه اللي بيتميز اي بنت تيجي عندك وتاخد كورس تفصيل؟ هل انت بيبقى في متابعه؟ انا عرفت ده قبل الهوا. طبعا ان شاء الله. هو حضرتك لما قلت لك ان انا عملت منهج خاص وعملت كمان معادلات ونظريات خاصه بيا، فده سهل لهم الامور قوي. مع انا بدي لهم عملي ونظري، وبيصوروني فيديو وانا بعمل الشغل، والفيديو دوت وبعد كده بطبق على ما بيروحوا البيت، بيقعدوا في خلال اسبوع، بدي مره واحده في الاسبوع بيطبقوا الشغل ده على المكنه بتاعتهم في البيت، وبيجيبوا لي الشغل كل ده انا عامله له جدول. يعني في متابعه؟ طبعا عامله جدول في درجات وبدي لهم نجوم بعد الكورس. بعد الكورس ولا اثناء الكورس؟ حسب بدي لهم واجب ويجي يوريه لي وبدي لهم عليهم درجات، واخر الكورس بديلهم اختبار وبعد كده بدخلهم على اللي بعده. تمام. احنا طبعا بنشكرك جدا جدا وبنشكر بناتك الحلوين دول. ربنا يوفقكم يا رب دايما، ومشاريعكم تبقى اكبر واكبر، وتجولنا برضو في بنات حواء ونتكلم عن مشاريعكم. شكرا جدا لحضرتك. نشكر كل مشاهدينا يعني على متابعتكم، بجد احنا بنكون سعداء جدا معاكم. اشوفكم في الحلقه الجايه يوم الاحد الجاي ان شاء الله الساعه 5. تنسوش. مع السلامه.